مشاهدينا اهلا ومرحبا بكم معنا وفي هذه الاثناء نوفيكم باخر مستجدات بخصوص فيروس كورونا، بحيث اعلنت وزارة الصحة اليوم الاثنين عن تسجيل 78 حالة اصابة جديدة فيروس كورونا المستجد و44 حالة شفاء من المرض المرتبط به بالمملكة خلال 24 ساعة الاخيرة. وأوضح منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة العامة بوزارة الصحة معاذ المرابط في تصريح بثته وكالة المغرب العربي للأنباء أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة بالمملكة ل 8302 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في الثاني من مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 7408 حالات بنسبة تعافي بلغت 89.2%. وأضاف المرابط أنه لم تسجل خلال الساعات 24 الأخيرة أي حالة وفاة بسبب الفيروس، ليستقر إجمالي الوفيات في 208 الحالات منذ بداية الوباء بالمملكة، ومعدل الإماتة في 2.5%. وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات بكل وطنية ومسؤولية. كيف تبعتوا معنا مشاهدينا، اليوم تم تسجيل 78 حالة مؤكدة جديدة مصابة فيروس كورونا و44 حالة شفاء وصفر حالة وفاة. وبالنسبة للمعدل الإجمالي بالنسبة للحالات الشفاء 89.2% والوفيات 2.5%. ودائما عبر منبر شوف تي في مزيدا من اتخاذ التدابير الاحترازية الوقائية، ما نخرجوش إلا الضرورة، إلزامية الكمامة كل ما خرجنا، تعقيم المستمر لليدين، يعني نكونوا حريصين على السلامة ديالنا وسلامة العائلة ديالنا والحي والمدينة، لأن دائما كنقولوها هذه مسؤولية الجميع، يعني ماشي كتقتصر هذه المسؤولية على فئة دون الأخرى، ولكن يجب تضافر الجهود، ودائما كيبقى المواطن هو السبيل الوحيد للخروج من هذه الجائحة بإذن الله تعالى في أقرب الآجال. إذن مشاهدنا قبل ما نودعكم نذكر بحصيلة اليوم، يعني خلال 24 ساعة الأخيرة بالنسبة لفيروس كورونا تم تسجيل 78 حالة مؤكدة جديدة مصابة بالفيروس، 44 حالة شفاء وصفر حالة وفاة. مشاهدينا إلى اللقاء، دمتم في أمان الله.